زياد حصل ايه؟ نور دلوقتي في العناية. عناية؟ أنا كنت قاعد مستناها في العربية ما كانتش عايزة ندخل معاها. فجأة لقيت واحد بيجري وطلع نط فوق عربية. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه ساعتها. دخلت على نور لقيتها قطع النفس. طلبت الإسعاف وجيت على هنا في دولة. دولة؟ ممنوع يا فندم. أنا دكتورة. حضري يا فندم لما دخلتك. لا أرجوك أنا هبص بس منك. طب كمل الإزازة. حاضر. دي أختي. بعد إذنك بعد إذنك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.